السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مس عبير سمير. بيتجدد لقائي بكل طلابي حبايبي، طلاب جريد 5. النهارده بنتقابل في ليسن 4 من كونسبت 1 منهج الساينس الفيرست ترم، وزي ما اتعودنا بنشرح من كتابكم بوني نسخة 2024 حسب أحدث التعديلات في المنهج. يلا بقى ليتس ستارت اور جيرني بسرعة جوه الدرس بتاعنا. أول حاجة عايزين نعرفها في ليسن 4 اكتيفيتي نمبر 8 comparing، يعني هقارن بين مين ومين؟ البلانت اند هيومن سيستمز. طبعا عارفين بلانت النباتات، هيومن الانسان، سيستمز يعني الاجهزه اللي جواها. هبدا بسؤال، هاو دو هيومنز اند بلانتس اوبتين ذا انرجي؟ يعني يا ترى كده فكر لي كده، هو ازاي الانسان والبلانت، الهيومن والبلانت اوبتين دي؟ لو صعبه شويه عليكم هكتب فوقيها ايكوال جت، يعني ازاي بنحصل بقى على الطاقة والبلانت بيحصل على الطاقة. حد هيقول لي ايوه انا بحصل على الطاقة ان انا لازم اكل، وي ماست ايت فود. برافو عليكم، احنا لازم ناكل الاكل بتاعنا، والاكل بتاعنا ده هيكون السبب في ان انت جيت انرجي. تمام. خدنا السنة اللي فاتت في جريد 4 ان عندنا سيستم جوه جسمنا اسمه دايجستيف سيستم، وده انا بسميه كده مستر فود. بسميه ايه؟ مستر فود الدايجستيف سيستم. ليه بقى؟ علشان خاطر هو اللي بياخد الاكل الكومبلكس اللي احنا كلناه دلوقتي وبيكسر يكسر يكسر فيه لغايه ما يحوله لحاجه سامبل بسيطه to make your body get benefit، او يخلي جسمك يستفيد من الاكل ده وياخد الانرجي اللي انت محتاجها، تتنطط وتجري وتلعب وتذاكر وتعمل كل الاكتيفيتيز اللي عايز تعملها. طب البلانت بقى، درسنا الحصه اللي فاتت البلانت واللي قبلها كمان، درسنا ان البلانت كان ميك اتس اون فود باي فوتوسنتسيس بروسس، بيقدر يكون غذائه بنفسه، وده بيكون مصدر او السورس اوف انرجي، مصدر الطاقه. طب تعالوا كده نتكلم عن الجازس. الجازس يعني طبعا احنا درسنا اكسجين وكربون دايوكسيد، حلوه قوي. احنا في البلانت درسناها الليسن اللي فات اللي هو ليسن 4، اللي ما شافوش يرجع بسرعه ويشوفه، لان كل ليسن بنكمل على اللي بعد. طيب ليسون 4 النهارده تكمل الحته في ليسون 3 خدناها، ان احنا بنتكلم او بناخد جزء منها، يعني ان البلانت ده فيه ايه؟ فاكرين الليفز، الورق بتاع النبات. اتفقنا على السيرفس، السطح بتاع الورقه فيه تايني هولز، فيه فتحات صغننه سميناها ستوماتا. الاستوماتا دي زي البوابات، شايفين؟ تفتح تقفل، تفتح تقفل، up and close up and close، تفتح تروح واخدالي كده الكربون دايوكسيد وتطلع مين؟ الاكسجين جاز. طب حلو، الهيومن احنا هتقول لي احنا درسنا يا مس في جريد 4 ان عندنا سيستم جوه جسمنا اسمه ريسبيراتوري سيستم، والريسبيراتوري سيستم ده ان احنا ها نتنفس الهواء، الاير او الهواء ده انترز بيدخل جسمنا ثرو الماوث اور النوز، طبعا النوز بيكون اصح جدا، وبعدين ترافل يمشي 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 كأنه ماشي في رحلة كده لغاية ما يوصل عند التو لانكس الرئتين. هنقارن دلوقتي ما بين البلانت اند هيومن سيستم. انا يهمني ايه سيستم هتكلم عن ايه في ليسون 4 النهارده مع بعض؟ يهمني السيركلاتوري سيستم، او ممكن اقولها سيركلاتوري سيستم والزايلم اند فلوم. يعني ايه الكلام؟ انا عايز اتكلم عن عامل الدليفري، الدليفري مان اللي في جسمنا واللي في جسم النبات، اللي مسؤوليته الدليفر او الترانسبورتيشن او يعمل كارينج للماتيريال، نقل المواد من مكان لمكان جوه الجسم. طبعا في الليسون اللي فات ليسون 3 في الفيديو اتكلمنا عن الترانسبورت سيستم او نظام النقل جوه جسم النباتات، قلنا ان في تيوبس او بايبس، انابيب او مواسير اسمها زايلم، ودي زي ما احنا شايفين كده هي شغلانه ايه؟ الروت خدناها تعمل ابزورب وللووتر وللنيوتريانت فروم سول، تطلعها عند مين؟ عند الستم. الستم اتفقنا ان فيه بايبس او تيوبس، انابيب. الانابيب دي بتاخد بقى الووتر والنيوتريانت كاري ذيم ابورد، ترفع لفوق عند الاذر بارت اوف ذا بلانت، توزعها لك على اجزاء النباتات المختلفه التانيه. طيب التيوبس التانية، الأنابيب التانية اللي اسمها فلوم، بتفضل قاعدة كده مستنية لغاية أما البلانت يعمل الأكل بتاعه، تحديدا في الفاكتوري أو المصنع اللي اسمه الليفز.
تيجي الليفز المصنع بتاع البلانت عمل الاكل الشوجر جلوكوز، تيجي استاذه فلو ام دي التيوبس الثانيه دي تاخد الفود ده اللي هو الشوجر جلوكوز وتوزعه بقى فوق وتحت على كل اجزاء النبات الثانيه عشان البلانت ده يتغذى ويقدر ايه live and survive and grow. انا النهارده في lesson 4 mainly او اساسي كده هندرس السيركيلاتوري سيستم او السيركيلاتوري سيستم، لان هو الترانسبورت سيستم، هو بقى نظام النقل اللي جوه الانسان. احنا ما عندناش زيلم وفلوم في جسمنا زي النباتات، لا احنا بداله عندنا سيركيلاتوري سيستم. زي ما انا شايفه كده السيركيلاتوري سيستم فيه الهارت، شايف بينبض ازاي؟ ينبض ينبض بيعمل بوش بوش بوش، قاعد بيزق البلط. طب انا عايزه يا ميس اعرف دلوقتي السيركيلاتوري سيستم ده اللي في جسمنا كونسيست اوف ايه؟ هقول لك زي الاغنيه هارت بلاد فيسلز. انا بقى بحب اقولها ايه؟ بحب اقولها هارت بلاد بلاد فيسلز، وناخدها بالترتيب. يعني انت عندك المين اورجان او الجزء المهم الاساسي في السيركيلاتوري سيستم القلب، الهارت. الهارت شايفين؟ بوش بوش بوش، بيزق مين؟ بيزق البلاد. هيزقه في الهواء؟ لا طبعا، بيمشيه في مواسير وانابيب بايبس جوه جسمنا اسمها بلاد فيسلز. بلاد فيسلز، يبقى السيركيلاتوري سيستم فيه ايه؟ هارت، القلب، والبلاد فيسلز، الانابيب، المواسير اللي ماشي فيها البلاد. طب البلاد فيسلز دي ليها انواع؟ ايوه ليها 3 تايبس. هنتكلم عن اول نوعين في الفيديو ده، الارتريز والفينز، ونفهم ايه الفرق وايه حكايه البلاد اللي لونه ريد واللي لونه بلو اللي احنا شايفينه ده. التالته عامله زي نتورك او شبكه في النص ما بين الاثنين اسمها بلاد كابيلاريز، اتسمت كابيلاريز لانها فيري تايني، رفيعه جدا كده في النص ما بين الاثنين زي الشبكه. طيب عايزه ديفينيشن للسيركيلاتوري سيستم، يعني ايه السيركيلاتوري سيستم؟ الدليفري مان، افتكروا هو السيستم اللي ده ترانسبورت بينقل البلاد and the other fluid. fluid يعني السوائل جوه جسمك. عندي هنا لو جيت اتكلم عن الهارت، محتاجه يا ميس عبير اعرف معلومات ايه؟ اول حاجه تعرف ان الهارت عامل زي الشقه بتاعتنا مقسوم اوض. الاوضه اللي هي الروم، انا هقول عليها هنا مش هقول كلمه روم، هقول chamber. هقول ايه تاني يلا سوا؟ chamber. يبقى الهارت بتاعنا فيه ايه؟ four chambers، أربع أوض. الأوضة اللي فوق اسمها atrium، الأوضة اللي فوق atrium. الاتنين مع بعض ما بقولش atriums، لا بقول إيه؟ atria. atria. يبقى الأوضتين اللي فوق دي ودي الاتنين اسمهم atria، الـ upper chambers. الأوضتين اللي فوق اسمهم إيه؟ called إيه؟ atria. ممكن يجي لك السؤال ده. طب اللور تشامبرز، الاوضتين اللي من تحت اسمهم فنتريكلز. فنتريكلز، يلا نكرر مع بعض. كل ما هكرر اكتر وانت هتكرر معايا وانت بتسمع الفيديو كل ما هتثبت اكتر الكلمه معايا. هنسال اسئله سريعه، يلا يا شطار، مين اسرع حد هيكتب لي في الكومنتس؟ اول حاجه هارت هاز سبيس تشامبرز، كم اوضه؟ ها ها يلا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، اكتبوا لي بسرعه. ثاني حاجه the upper chambers، the upper chambers، الأوض اللي فوق are called يتسموا إيه؟ lower chambers، lower chambers، الأوض اللي تحت called بيتسموا إيه؟ يعني يا ترى هنقول عليهم atria ولا نقول ventricles؟ اكتبوا لي في الكومنتس. قلنا إن الهارت مضخة، pump pump pump، بيضخ، بيعمل pumps لمين؟ للblood to all body parts، بيوزع الدم على كل حتة في جسمك. هيمشيه في الهواء؟ لا، ده هيمشي في انابيب اسمها ايه؟ blood vessels. blood vessels. هسأل سؤال وعايزه الشاطر اللي مركز معايا الدرس ده واللي قبليه يقول لي blood vessels في جسمنا زي ايه عند البلانت؟ ايه فاكرين البايبس التيوبس اللي كانت بتنقل المواد كده والماتيريالز بتعمل لها deliver او transport جوه البلانت؟ سميناها ايه؟ كانوا اتنين، اكتبوا لي كده في الكومنتس هما مين. طيب نرجع لكلامنا، قلنا الانابيب او التيوبس اللي الهارت بيعمل بوش وبامب للبلد وبيمشي فيها اسمهم بلاد فيسلز، هم تيوبس انابيب بتعمل ترانسبورت، تنقل، عايز تقول كاري عادي، الاثنين نفس المعنى، النيوترينت اند اوكسجين
بتنقل كأنه أنا بسميها دايما زي سواق كده العربية، الكار درايفر، بيركب معاه ركاب. مين الركاب اللي بيركبوا معاه؟ النيوتريانت والأكسجين، النيوتريانت والأكسجين. طبعا النيوتريانت دي اللي هي المغذيات اللي جاية لنا من الفود اللي أكلناه، أو الووتر كمان، الأكسجين، كل الحاجات دي كلها بتتنقل في البلاد فيسلز لغاية أما توصل لكل السيلز وكل الأورجنز اللي موجودة عندنا في جسمك. يعني مثلا شوفوا معايا هنا السلايد دي كده، زي نعمل كده سامري او سمر، تعالوا كده نعمل ملخص لغايه الجزء اللي خدناه من شويه. السيركلاتوري سيستم انا بسميه زي الكار درايفر، سواق العربيه. العربيه دي بيبقى راكبها باسنجرز او ركاب معينين، اللي هم مين بقى؟ الفود والووتر اللي احنا سميناهم نيوتريانت، المغذيات، والاكسجين. طبعا انا باخد النيوتريانت او المغذيات والعناصر الغذائيه من الفود اللي باكله، وبنشرب الميه والاكسجين اللي انت بتتنفسه. تيجي عربيه السيركلاتوري سيستم وتفضل ماشيه ماشيه ماشيه، بالتحديد انا بتكلم عن البلد سواق العربيه، يفضل يمشي الكلام ده لغايه اما يوصله بقى لكل حته في جسمك من جوه ويفيده. طيب بعد ما اتكلمنا عن الهارت هنتكلم عن ايه كمان؟ هنتكلم عن الجزء الثاني من، فاكر blood vessels، التيوبس، الانابيب، البايبس، وسير اللي ماشي فيه هالبلد جوه جسمك. اتفقنا ان عندنا اثنين من البلد فيسلز هتكلم فيهم. طبعا احنا خدنا ثلاث انواع بس احنا قلنا هنقارن ما بين الاثنين دول. ارتريز فينس، ارتريز فينس. الارتريز اللي هي الشرايين، فينس الاورده. امال ايه حكايه الريد بلاد والبلو بلاد؟ ايه الكلام ده؟ لازم تعرف ان الارتريز carry the blood rich in oxygen and nutrient اللي هو الجلوكوز from the heart to the organs. يعني وليه اصلا انا شايف ان البلد ده لونه ريد وده لونه بلو؟ هقول لك، الارتريز دي شايله دم نظيف، انا بسمي كده. يعني ايه دم نظيف؟ يعني مليان اكسجين، مليان نيوتريانت ومغذيات، بيوزعها على كل حته من جسمك، بياخدها من عند الهارت قلبنا يوزعه على كل حته في جسمك. دي شغلانه مين؟ الارتري. خلي بالك معايا، هديك فرق بسيط ويخلي لك الدنيا سهله في الحته دي. انا كده خدت ان الارتريز بتاخد البلد من عند الهارت من قلبنا وتطلعه بره لكل حته في جسمك، مش بره جسمك يعني، في كل حته بره القلب يعني. الفينز بترجع تلم بالعكس تاني، يعني تاخد كده البلد، طبعا البلد بتوزع على كل حته بقى في خلايا جسمك، والماسلز العضلات، والبونز العظم، والسيلز خلايا جسمنا. جسمنا استفاد من الحاجات اللي كانت جوه البلد دي، هيبدأ ياخد الحاجات دي اللي بتفيده ويطلع بدلها الويست اللي هي الفضلات، زي مين؟ زي الكربون دايوكسيد جاز. احنا مش عايزينه جوه جسمنا، احنا عايزين نطرده، ده ويست فضلات. فيبدأ بقى البينز دي شغلانتها ترجع تلم بالعكس، تاخد كده من كل حته في جسمك وترجعه تاني للهارت. يبقى الفينز دي بتعمل ريتيرن للبلود اللي كاري كربون دايوكسيد، عشان كده اللون البلو ده فيه، او يعني اللون الريد بيبقى خفيف جدا، بيبقى فيه كربون دايوكسيد جاز ولو نيوتريانت اند اوكسجين باك تو ذا هارت. في طبعا حبه ايه نيوتريانت صغيره، حبه اوكسجين صغيره، لكن كربون دايوكسيد كتيره. فترجعوا للهارت ليه؟ هو الهارت هينضفه؟ لا، مش شغلانته، شغلانته يعمل بامب اب وشو بس، لكن هيوديه على محطة التنظيف اللي اسمها تو لانس. التو لانس أو الرئتين هياخدوا بقى البلد اللي مش نظيف، اللي مليان كربون دايوكسيد، ينضفوه. أنت بتعمل ريسبريشن وبتتنفس، هيروح طارد لك الكربون دايوكسيد جاز ويدخل مكانه أكسجين جديد تتنفس، يرجع يتوزع على كل حتة بس. يبقى أنا فهمت هنا في الأرتريز والفينز ان برضه البلد موفز ان اونلي وان دايركشن، بيمشي في اتجاه واحد، يوني وان دايركشن. الارتريز ها من جوه لبره، فروم ذا هارت تو ذا بودي. العكس، الفينز بترجع تلم من بره لجوه، من كل حته في جسمك، من البادي تدخل عند الهارت، يبقى في يوني دايركشن او اتجاه واحد، زي التيوبس اللي اسمها زايلم وفلوم اللي كانت في النبات، ودي اللي احنا خدناها الحصه اللي فاتت ورجعنا عليها قبل كده. ده طبعا
خدنا كده جهاز النقل في الانسان او الدليفري مان بتاعنا اللي اسمه سيركيولاتوري سيستم، واللي في النبات اللي اسمه فاسكولار سيستم او الترانسبورت سيستم اللي هو الزيلم والفلوم، وخدناه في الايه في الحصه اللي فاتت. وقلنا كمان رجعنا فكرنا كده الناس في اول الفيديو ده بالفرق ما بين الزيلم والفلوم. هنا في جزء ساينس فاكتس ما بقاش عليكم ان انتوا تدرسوه في المنهج، بس ده كان اثرائيه او انريتشمنت انفورميشن، معلومه اثرائيه واضافيه لينا، ان احنا اتفقنا ان البلاد فيسلز او الاوعيه او الانابيب التيوبس اللي البلاد بيمشي فيها 3 تايبس، 3 انواع، ارتريز فينز وبلاد كابيلريز. البلاد كابيلريز شايف الشبكه اللي في النص، ما تيجي توصفها لي، اعمل لي ديسكرايب للبارت ده. هتقول لي اه انا شايف هنا انها واخده اخر حته من الارتري جمعها مع اول حته من الفين، يبقى هي نتورك اوف تايني بلاد فيسلز، يعني شبكه من الاوعيه الصغيره جدا اللي تعتبر كونكت، بتربط لك ما بين الاند اخر الشرايين، الاند اوف ارتريز والبيجنينج اوف فينز. تعالوا نلعب من خلال كتاب فوني، هنفتح الصفحة دي مع بعض وهنبدأ نحلها، وتبعتوا لي إجابتها في التعليقات تحت الفيديو في قناة اليوتيوب قناة عشاق الساينس. نيجي لآخر بارت معايا في ليسن 4 النهارده، وبنتكلم زي ما أنا شايفة في الفيديوز طبعا أو في الصور قدامك ومعروفة، الفلاور. الفلاور دي طبعا حد هيقول لي دي ليها ديفرنت شيبس، ديفرنت سايزز، ديفرنت كولورد، الوان واحجام واشكال كمان مختلفه. في بلانتس تانية زي مثلا الجراسز، الجراسز دي بيكون ليها فيري سمول فلاورز، فيري سمول فلاورز يعني الوردات بتاعتها صغيره جدا، وفي ورد بيبقى ليه الوان، في ورد ملوش اصلا الوان مش ملون، فليهم حاجات مختلفه. بعد كده عندنا هنا السان فلاور، نبات عبد الشمس. طب انا لو اتكلمت عن الفلاور هي تعتبر ايه او وظيفتها ايه في البلانت، في البلانتس طبعا اللي فيهم فلاور، هي الريبرودكتيف بارت ان ميني بلانتس. ريبرودكتيف يعني المسؤوله عن التكاثر، يعني ايه تكاثر اصلا؟ يعني ايه ريبرودكشن؟ هي ميكينج نيو بلانتس، حته ان البلانت ده يجيب نباتات جديده او ينتج نباتات جديده. السان فلاور كمثال اكزامبل عندنا هي ريبروديوس باي فلاور، بتتكاثر او ابص الاقي نباتات عبات شمس تانية بتظهر وبتنمو بسبب الفلاور. الفلاور دي بتطلع ايه عشان نبقى عارفين؟ بتطلع سيدز، سيدز اللي هي البذور، تبقى حبوب صغننه بيكون لونها دارك وبتكون سمول، موجوده في الميدل اوف ذا فلاور في النص ده، الجزء ده هي دي اللي مسؤوله عن الريبرودكشن او جزئيه التكاثر. اخر جزء معايا بقى في ليسن 4، when seeds receive air, water and correct temperature they can grow into new plant. يعني ايه؟ شايفين الجمله؟ انا عايزه دي الجمله الاولانيه دي. Each of these seeds is a tiny plant، يعني small plant. ده معناها ان seeds زي ما بتاخدها كده وتزرعها هي عباره عن نبات صغير محتاج الظروف المناسبه عشان يقدر يبقى نبات فعلا. طب ايه هي الظروف؟ احنا عرفناها من لسه مواد الاير والووتر والتمبريتشر او درجه الحراره المناسبه، طبعا هيعمل جروينج انتو نيو بلانت. يلا نطير مع بعض كده وخلصنا لسن 4 مع بعض. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، مع تحيات مس عبير سمير. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو، تبعتوا لي كل الأسئلة اللي بتدور في ذهنكم عن الدرس ده. ما تنسوش شعارنا الساينس أحلى بكتير مع مس عبير وبوني. باي باي.